يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قتال اليهود حين قال: حتى ينطق الحجر والشجر فيقول: يا مسلم يا عبد الله. يقول: هل قوله يا مسلم يا عبد الله يراد به الموحدين فقط بقوله يا عبد الله، أم أنه يشمل كل مسلم وإن كان من الفرق المعروفة التي قصرت في الألوهية وركزت على الربوبية؟ كل من لم يصل إلى حد الكفر، حد الشرك، فهو مسلم، فهو مسلم وإن كان عنده تقصير. نعم.